بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ازاي حالكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. عملت كفتة اهي زي بتاعت المحلات واحسن شوية. كفتة طلعت جميلة وروعة وجميلة، شايفين جمالها؟ وطحينة وبطاطس مكمورة، بنعمل البطاطس المكمورة دهيت، نملى الطاسة بطاطس وعليها سكتة مية، نص كوباية مية كده، ونقطة الزيت ونغطيها وكل شوية نقلبها، وطماطم وطحينة. الطحينة دي عاملاها ليمونة وحبة خل وحبة كمون وحبة مية بس كده، وندرب وتتدرب تتدرب كويس بس. وشايفين الكفتة وجمالها؟ أحلى كفتة طلعت، جميلة جميلة. وعيش جميل، عيش قالي أهو جميل، وطماطم ترنشات جميلة. كفتة زي اللي بيعملوها في المحلات، كفتة الحاتي طلعت روعة، وعملها على البوتاجاز كده هوت في الصينية التيفال، طلعت جميلة. والطحينة جميلة ازاي، عليها حبة كزبرة، عاملة الطحينة ليمون وخل وحبة مية وكمون ومدربها بس. شايفين الكفتة وجمالها؟ وعليها كزبرة خضرة ازاي. بص، كيلو كيلو لحمة مفرومة، عليه بصلة صغيرة مفرومة اهي، كيلو لحمة عليه بصلة صغيرة، بصوا مفرومة خالص في الكبة مفرومة، ومعلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر، وده هي كبابة صيني، وده هو معلقة بوكسومات وتوم باودر والسبع بهارات وجوزة التي، وجوزة التي بحتة كمان بشرنا، والكزبرة هنحطوها اهي بس كده اهو. الكيلو اللحمة مفرومة عليه معلقة ملح كبيرة ومعلقة فلفل اسمر والبهاير اللي انا حطيتها دي. واهم حاجة بقى ايه، بتحب تتدرب كويس كويس كويس، هنقعد ندربها كتير كتير، تتدرب كويس عشان ايه، تشرب التوابل وكله كله، تتدرب تدريبك كويسة خالص خالص. هاي بندربها اهي، تتدرب تدريبك كويسة كويسة خالص. اهم حاجة، اهم حاجة عشان ايه، سبع الكفتة ما يفكش، تتدرب كويس كويس كده اهو، تتعجن بمعنى اصح اهو، نقعد نعجن في بعض، نعجن في بعض التوابل في الكزبرة في البصلة، تشرب كله كله عشان ايه، سبع الكفتة يبقى جميل كده اهو. اهي دربتها كويس كويس، تتدرب اهم حاجة، تتعجن كويس كويس كده اهو عشان سبع الكفتة يبقى جميل كده اهو. اهي بندربها كويس، اهم حاجة التدريبة ده هي. اهم حاجة، اهم حاجة التدريبة ده هي. اهم حاجة التدريبة ده هي في الكفت، اهم حاجة. هنصبعوها بقى، نعملوها صوابع بمنتهى السهولة، وفي طاسة تيفال من غير ما نتنوها أي حاجة، لأن الكفتة دي هي فيها دهنة، هي بتنزل الدهن. احنا نعمله الكفتة على طول في البيت، بصوا جمال، بصوا، وهي لما تطيب بتكش شوية، بتبقى جميلة، طلعت جميلة زي المحلات بالظبط، وأحلى شوية كمان زي كفتة الحاتي. احنا بنعملوها في البيت على طول.
وطلعت جميلة الكفتة ازاي اهي، بنصبعوها اهي، بنصبعوها في الصينية وصينية، اهم حاجة تكون صينية تفاق. اهم حاجة تكون صينية اتفاق. ونعملها كلها جد بعض، جد بعض صوابع الكفتة كلها جد بعض اهي، وحطيناها اهي، خلصتها اهي، وحطيتها على النار على عين البوتاجاز من فوق. ما بتاخدش ربع ساعة، تلت ساعة كده اهو، بس تلت ساعة يا ربع ساعة بس. بنعملها سواعي فرن البوتاجاز، نجيب الفرن من فوق ومن تحت، وسواعي بنعملها فوق على عين البوتاجاز. هي دلوقتي انا بنعملها على عين البوتاجاز ونقلبها، وطلعت جميلة ومنتهى الجمال. اهي طلعت جميلة ازاي، بنقلبها ازاي، طلعت جميلة زي كفتة الحاتي بالظبط اهي. بنعملوها كده على طول، بتبقى جميلة احلى من الراجل بيبيعها كمان. بنقلبوها، نقلب صبح صبح كده اهوت، بس هي لازم تتعمل في تيفال، في صينية تيفال عشان ما تلزقش. وممكن تتعمل على الصاجة بتاعت الفرن، فرن البوتاجاز. عملتها مرة على في الصاجة بتاعت فرن البوتاجاز، مرة كده ومرة كده، بس عشان انا نصورها نفركها لكم عملتها كده. والعين التانية اهي بنعمل عليها بطاطس مكمورة. البطاطس المكمورة ده هي تنملى الطاسة بطاطس وربع كوباية مية ومعلقتين زيت كده هوت بس، ونغطيها وكل شوية نقلب نقلب، تطلع جميلة طرية كده وجميلة، ونحط عليها كمون لما تطلع، بنحبوها نغمسوا بيها، بتبقى جميلة أحلى من المقلية عشان ما بتبقاش فيها زيت، معلقة زيت بس كده هوت، وحبة مية صغيرين أهي، وطابت أهي، وبتجيب على الشقة التانية أهي.